السلام عليكم. اليوم تجربتنا measuring the diameter of human hair by laser diffraction، يعني انه عندي قياس قطر شعرة الانسان بواسطة حيود الليزر. فنجي اول paragraph هذا بالintroduction اللي يقصد به لا يمكن قياس قطر fine wire اللي هو شنو عندي سلك رفيع او thin thread اللي هو خيط رفيع بواسطة الطرق المعروفة أو الطرق الشائعة. إنه هذه this items إنه can be measured، إنه هذه العناصر يمكن قياسها by using methods of diffraction and interference بواسطة الحيود والتداخل، والتي معروفة Young's double slit experiment، إنه هي تجربة يونغ ذات الشقين. فنجي دايركت للبروسيجر مالتنا او لطريقة العمل مالتنا. فنشوف هاي الصورة، نشوف هاي الصورة ايش نحتاج احنا بهاي التجربة. نحتاج الى ضوء للليزر او مصدر للليزر، ونحتاج الى شعراية مثبتة بهاي الطريقة. طبعا دا احكي على الصورة على جهة اليمين، وكذلك بالصورة باليسار اللي هي السكرين او الشاشة. كذلك ايش احتاج بعد؟ احتاج الى مسطرة. نجي دايركت الى اتقان. طبعا من نسلط ضوء الليزر تطلع عندي اهداب. تشوفون هذا الهدب المركزي، تشوفون على اليمين او على اليسار الاهداب الثانوية والرتب مالتها. مثلا الهدب الاول الرتبة مالته n يساوي 1، الهدب الثاني n يساوي 2، وهكذا. نجي للقانون مالتنا اللي احنا راح نطبقه. For each x sub n calculate the diameter of human hair d using. انه احنا اذا استخدمنا مثلا تجربة الكل هدب نطلع ال d، كل هدب نطلع ال d، فال d اللي هي diameter، ف d يساوي لامدا sub n اللي هو الطول الموجي، وكذلك شنو بعد عندي؟ عفوا مو لامدا sub n، لامدا في n في d. اللامدا دي هو شنو؟ الطول الموجي، وال n اللي هي الرتبة، وكذلك ايش عندي بعد؟ عندي دي المسافة ما بين الشعراية هاي اللي خليناها وما بين السكرين، وعلى شنو؟ على الاكس صب ان اللي هو المسافة ما بين الهدب المركزي والهدب اللي اني اريده. مثلا هنا بالمثال مالتنا هذا الاول اشتغل على الهدب رقم 1، قاس المسافة ما بين الهدب المركزي والهدب رقم 1. فخلينا نشوف المثال الثاني اللي هو شنو اشتغل عليها، هدب على الهدب الرابع. فالطول الموجي نفسه نزل، ايش قال؟ قال الان يساوي 4، والدي اللي هي المسافة ما بين السكرين وما بين الشعراية هي 1.5، على شنو؟ على الاكس صب ان اللي هي المسافة ما بين الهدب المركزي وما بين الهدب الرابع، وبذلك طلع الدي المن لهذا الهدب. وبهذه الطريقة شنو نقدر احنا نطلع القطر شعرة الانسان. هسه احنا مثلا نريد نطلع المن بعد، نريد نطلع للهدب الثالث، نريد نطلع للهدب الثاني. ممكن اني انطيكم معطيات حتى شنو، حتى نطلع القطر مال شعرة الانسان. طبعا هاي الدي دي ممكن نطلع لها الدي افريج حتى شنو، حتى اطلع قطر شعرة الانسان. اللي مطلوب هسه من عندي الاجابة على كويستشن رقم 1 وكويستشن رقم 3. ونجي ايضا هنا الى شيء مهم بهاي التجربة، انه hair can be found all over human body. انه احنا شنو يمكن عثور على الشعر في جميع انحاء جسم الانسان باستثناء راحة اليدين، يعني احنا الايد من 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 جوا انه ما بيها شعر، وكذلك شنو باطن القدمين ما بيها شعر.
الغرض من الشعر هو شنو؟ هو وقائي. The purpose of hair, protective. The hair on the body keep the person warm. إنه شنو؟ يبقي الجسم في حالة دافئة. Noise hair إنه الشعر اللي موجود بالأنف هو شنو؟ Prevent dust. عفوا dust and dirt. عفوا dirt. يعني شنو عندي؟ يعني إنه هو راح يقيه من الغبار ويقيه من الأتربة. وكذلك شنو عدي عفوا يقيه من الغبار ويقيه من الأوساخ. ليش هذا شنو يمنحهم من دخولهم إلى الجهاز التنفسي ومنع الحاجبين من شنو من العرق، يعني هذا الحاجب اللي موجود يمنع العرق من الدخول إلى العينين. وكذلك عدي الباراجراف اللي بعده شو يقصد بي؟ يقصد بي انه قطر شعرة الانسان ليس له قيمة قياسية منذ ذلك الحين، انه الاشخاص المختلفون لديهم هياكل شعر مختلفة، تركيب شعري مختلف. حسب شنو؟ حسب التركيب الجيني الخاص به. يمكن ان يتسبب في اختلاف عرض الشعر عن شعر آخر. إنه لون الشعر هو أيضا عامل كبير، فإن الشعر الأسود هو أكثر كثافة من شعر الأحمر أو بقية الألوان. يمكن أن يؤثر الطقس، طبعا إنه هذا الطقس ممكن أن يؤثر على اليمن على قطر خصلة الشعر. كما إنه شنو يؤدي الطقس، كلما يكون أكثر دافئ كلما شنو يزداد شعر الجسم او قطر شعر الجسم. العمر ايضا هو شنو هو عامل اخر، فانه الرضيع والاطفال والصغار لديهم شعر افضل من البالغين. وكلما يكبر الشعر كلما يكبر الشخص يعني يبدا بالنمو، يعني بعد من هو صغير يبدا شويه بالنمو، شو يصير عنده؟ يصبح شعره اكثر سمكا واقوى. انه شنو اكو عامل اخر، انه كلما يقترب الشعر من الجذر closer to the root or the higher species يصير تكون الشعر اكثر سمكا. فهسه احنا اللي مطلوب من عندنا بهذه التجربة حتى نسوي التقرير مالتها، اول باراجراف بالانترودكشن نريده، هذا الاول باراجراف نكتبه كتابة خط يد، ونكتب هذين المسألتين، وأني أعطيكم بعد معطيات حتى أنطبق على القانون نسويهن ثلاث مسائل، وكذلك نجاوب على السؤال الأول والسؤال الثالث وهذا الباراجراف والباراجراف اللي بعده، هذين أيضا مطلوبات من يمنا بالتقرير. طبعا بعدين انا اعطيكم المعلومات وين تدزوه هنا، واي شيء تحتاجوه بخصوص هاي التجربة ممكن تراسلوني. شكرا جزيلا.